السلام عليكم، بركة وشركم. كي دايرين مع رمضان؟ اموركم على خير؟ اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفطور، فطور سريع وسهل، يعني كيتوجد بلا تمارة بلا وقف بزاف. وغادي نبدا معكم على بركة الله. غادي نحضر معكم هنايا دي ميني كيش تاع خضيرة وتاع كفتة اللي كيجيو زوينين، وهاد لاغوسيط هادي يعني سهلة بالنسبة للناس اللي ما عندهاش الوقت. ممكن تشري هاد لاباط ديجا بخيت ولا تحضرها الى عندها الوقت في الدار. رفيت ليا مشاركه معكم لاباط بريزي، كتجي رائعه وكتجي زوينه لاباط سابلي. فوالا، هنايا غادي نقطعهم دوائر، قطعتهم غير بالكاس كما شاهدتوا معايا، ودرتهم في هذاك المول وفوالا، ودخلتهم الكونجيلاتور. دخلت هذاك المول الكونجيلاتور، وهنايا جيت صايبت بصله وفلفله، شحرتهم في زويته، وكفته شحرتها في هذيك زويته اللي تشحرت فيها البصله والفلفله، وضفت عليهم جوج معالق كبار تاع لا كريم فريش. وغادي نضيف لهم هنايا تقريبا كاس كبير تاع الحليب، وطبيعه الحال ما ننساوش يعني غادي نضيف الملحه والابزار. وفوالا، هنايا درت اعشاب منسمه، درت جوج بيضات، وهنايا ضفت الابزار كما قلت لكم من قبل، يعني الابزار والملح من طبيعه الحال. فوالا، يعني هنايا كنديروا يعني اعشاب منسمه، ممكن ديروا اعشاب اللي يعني كيعجبكم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا غير ربيع، مع فات واحد الاخت طرحت عليا سؤال ما كيعجبهاش الاعشاب منسمه، يعني كيبقاو على حسب لوغو تاع اي واحد. فوالا، انا كنبغيهم بزاف، يعني اعشاب منسمه كنستعملهم بزاف. وهنايا ضفت الفرماج غابي، يعني فرماج غابي ولا اي فرماج عندكم. اللي ما متوفرش عنده فرماج غابي وعنده غير فرماج يعني كيما نقولوا ليه لافاش كيري، هذاك المثلث ولا كيري، ممكن تكتفيوا غير بالحليب وفرماج كيري ولا لافاش كيري. لما عندكمش لا كريم فريش وما عندكمش فرماج غابي، يعني ممكن تكتفيو غير بفرماج اللي هو مثلث، راه كيجي زوين يعني بالحق. تخدموه مزيان مع الحليب والبيض من قبل. انا هنايا يعني ضفت كل شيء، جيتو ميلونجي مره واحده. وهنايا من بعد ما خرجت هاد المول من الكونجيلاتور، انا درته في الكونجيلاتور باش كياخد الشكل تاع المول، يعني بهذيك الطريقه اللي انا وجدته في هاد لي في لي مول هادو كيبقى. يعني بعد مره تتعرفوا بان لاباط فاش كنصايبوها وكنوجدوها في لي مول كيبقى يتقلص الشكل تاعها، هنا كيبقى الشكل تاعها مصايب كما صايبناه من قبل. هذه كتبقى استوس، يعني ممكن ديروا بها ولا ما ديروش بها، المهم انا كنديرها هكذا. فوالا، انا هنايا عمرتهم، عمرت هاد لي بيتيت تارتليت ولا دي بيتيت كيش، دخلتهم الفرن، شعلت عليهم من تحت ومن الفوق على درجه حراره 180. وفوالا، هنايا من بعد ما طابوا ليا تركتهم على الجانب يبردوا باش نخويهم من هذاك المول. وهنايا غادي نجي ندير معكم واحد طويجين تاع الدجاج اللي كيجي زويون، وتا هو سهل ماهل بالنسبه اللي بغى شي طويجين يكون خفيف ويكون زوين. هنايا احتاجيت بصله، يعني بصله نتوما غديروا على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. هنايا انا شلطت شي 4 ولا 5 تاع البصلات. فوالا، هنايا غادي ندير غير تقريبا نصف من هذيك البصله اللي شلطت، ضفت ليها الدجاج، وهنايا التوابل اللي ضفت لهم، ضفت البزار وضفت الخرقوم البلدي وسكينجبير وشويه تاع التومه تاع هي بودره والملحه. فوالا، هادو هما لي زانغريديون ولا التوابل اللي ضفت للدجاج، يعني بلا ما رقدتو من قبل. المهم هاد الوصفه هادي جات زوينه وجات رائعه. وفوالا، وهنايا ضفت ليه قزبر ومعدنوس مقطع، يعني السر في هاد الطاجين هذا خصو يطيب على مهلو. بالنسبه للي ما عندوش الوقت وما شرملش الدجاج من قبل وبغى يطيبو يعني في ساعه، ممكن يدير ليه هالطريقه هذه، وغادي يخليه يطيب على مهلو، ينقص ليه النار ويخليه يطيب، ويكون كيوجد حاجه اخرى هو راه كيطيب في خاطره. ولا، هنا غادي نحاول نشحرهم في هاد البصيله هذه اللي قلت لكم، هاد التوابل اللي ضفت ليهم. وفوالا، هنايا كيتشحروا، يعني كنحاولوا كل مره كنقلبوهم على الجوانب كلها باش كتدخل هذيك التوابل في هاد الدجاج ديالنا. هنايا كان عندي شي شويش مازال متلج بالحق، يعني السر في هاد الطاجين هو تخليوه يطيب وضفت شويش على مهلو، تنقصوا ليه وتنساوه، مره مره طلعوا عليه وتعاودوا يعني تقلبوا هذاك الدجاج.
انا درت اليوم غير يعني هاد الرجيلات هادو تاع الدجاج يعني كيطيبوا بسرعه. فوالا هنايا بداو كي يعني بداو كي ياخذوا اللون تاع التوابل. المهم تشحروا ليا على جوج جوانب، ضفت شي شويش تاع الماء وضفت ليهم هذيك البصله اللي بقات ليا. غادي نحاول نخلط كل شيء يعني باش غادي تاخذ ليا البصله يعني كاع دوك التوابل اللي كاينين من قبل اللي حنايا درنا من قبل. ومن بعد غادي نضيف هذاك الدجاج يعني على هذه البصيله هذه. يعني كيبقى هذه الطريقه هذه كتبقى اختياريه، كي اللي كيحط البصله فوق الدجاج فاش كي يعني فاش كيحط الدجاج كيحط البصله من الفوق. انا درت لها فحال هكا يعني من بعد ما خليت البصله كلها خدات لون واحد والتوابل وحدين، عاد هنايا رديت الدجاج رديته وضفت لي هذيك البصله من الفوق. ومطبيعه الحال يعني هنايا كنضيفوا الزعفران الحر، انا من عشاق الزعفران الحر كيجي رائع وكيجي لذيذ في هذه الوصفه. هذه وصفه ديال الطاجين بالبصله والزبيب. شكون اللي في حالي كتعجبو هذه الوصفه هذه؟ انا بعدا من عشاق لي بلا سوكري سالي، يعني تفايا بالنسبه للكسكس ولا الطاجين بصله والزبيب كيعجبني بزاف. و فوالا هنايا كنعاود كنضيف هنايا شي شويش الملحه، وغادي نضيف شي شويه تاع الابزار. وما نساوش القرفه، ضروري في هذا لو بلا هذا ديروا القرفه. هنا جيت ندير غير شي يعني بغيت ندير بارتو، وساعه درت بزاف جهه واحده بالحق ماشي مشكل. عاود هزيت البصله، المهم مره كتهزوا هذيك المريقه وكتسقيو بها داك الدجاج باش كيجي بنين. يعني ماشي تنصبوا الطاجين وتخليوه، لا كل مره كتجيو وكتبقاو تاخذوا هذيك لاصوص بمعلقه وكتضربوا هذوك لي مورسو تاع الدجاج. وهنايا من بعد ما غسلت الزبيب، يعني ضروري كتغسلوا الزبيب من قبل. وفوالا وهنايا كنجي كنحطو فوق الدجاج. كاين الناس اللي كتضيف يعني برقوق بيض مسلوق، يعني كيبقى اختياري داكشي الاخر اللوز. المهم انايا كنفضلو بهذه الطريقه هذه. من بعد ما طاب ليا هنايا الدجاج وضفت ليه هنايا الزبيب، كنضيف شي شويه عسيله. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش العسل ممكن تضيف معلقه كبيره ولا جوج معالق تاع سكر سنيده باش كيجي هاد الطاجين حلو. انا كنفضل هنايا العسل كيجي احسن. وفوالا كنقص ليه وكنساه حتى كيوكح ليا داك الطويجين. وانا كنجي كنصايب يعني تحليه اللي هي سريعه اللي كنحتاج ليها الفريز. من بعد ما نقيته وغسلته وقطعته دي بوتي مورسو، كنضيف ليه جوج معالق كبار تاع سكر سنيده وفاني، وكنديرو هنايا فهاد الكويسات. وهنايا كندير ياغورت اللي كيكون تاع فاني، كنديرو من الفوق يعني فوق هاد الفريزات هادو، يعني يكون احسن تحضروا الفريز من قبل باش يطلق هذاك لو جو تاعو مع السكر كيجي رائع. كتجي تحليه اللي هي سهله، شي حاجه اللي هي عاديه مي كتجي بنينه، سيرتو الا ديروها للفطور كيجي يعني ديسير منعش. ولا غادي نبقى هنايا غادي نعاود ندير هذا ياغورت فوق هذاك الياغورت الاول اللي درته لان ما كانش كافي، وغادي نرجع نضيف ليه الفريز من الفوق. انا درت بالفريز، ممكن ديرو باي فاكهه عندكم، الا عندكم المونغ عندكم توت، يعني هاد الديسير كيجي كما قلت لكم زوين يا الفطور يا السحور يا ايامات العاديه، يعني ديسير ورا الغداء ولا ورا العشاء. كما لاحظتوا معايا هنايا راه طلق لو جو تاعو واخا ما تسنيتش عليه بزاف، يعني مع السكر دغيا كيطلق لو جو بحال هكذا. ولا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه تنصايب الكويسه تاعي. وفوالا هذه التحليه اللي شاركت معكم، سهله صحيه زوينه خفيفه زوينه للفطور ولا للسحور. وهنايا درت هاد لا سالاد بالمونغ وبالخس والفريز وطوماط سوريز والخيار والفجل. وفوالا درت لها هنايا فينيغريت اللي هي عاديه
كنت غادي نضيف ليها القليل من العسل، شويه قلت سيها بركه من بركه من العسل. العسل انا كندير العسل عزيز عليا، كنفضله وكيعجبني في لاصالاد، كيجي زوين ما بين، كيعجبني نخلط ما بين الملح والحلو. مي قلت فوالا سي با لا بين، ولا ديروا الى عندكم صلصه تاع بلزاميك حتى هي كتجي زوينه في هذا لو بلا. وهذه حريره اللي حضرتها الفطور، هذا هو الطويجين من بعد ما يعني ما خليته حتى يعني حتى وكح، يعني حتى ما بقاش فيه كاع الماء وصافي، يعني تشحر جا واقف زويته تاعو، كيجي رائع. وهذا هو الفطور المتواضع اللي شاركت معكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. كاين شي حويجات ما شاركتهمش معكم، مهم ما يمكنش يجي فيديو طويل بزاف، يعني فوالا شاركت معكم الطويجين وشاركت معكم تحليه وديكيش، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفطور هذا يكون يعجبكم. وبالنسبه للناس اللي يقولوا لي علاش ما شاركتيش معنا الحريره، نقول لكم راني ديجا دايره فيديو في القناه درته العام اللي فات، ما بغيتش الفيديو يجي طويل يجي ممل. فوالا كنتمنى فيديو كان يكون وكان خفيف ظريف على قلوبكم. كنخليكم على الف خير وتهلاو لي فراسكم، وان شاء الله تنطلقوا فيديو اخر و فوالا بغوسيت واحده اخرى ولا فلوغ. وكنقول لكم بصحه فطوركم الا مازال ما فطرتوش، و الا شفتوا هذا الفيديو في النهار كنقول لكم نهاركم مبروك، واشركم مبروكه، وخليتكم على الف خير، وبسلام عليكم.